كابتن هيثم، يمكن بقى هنختتم بلقاءاتنا بلقاء مهم جدا. كابتن اشرف توفيق، يعني المباراه كانت عصيبه جدا، يمكن الجمهور نفسه يعني قلبه وجعه من الفرجه على المباراه، فما بالك بقى باللي يدير المباراه كابتن اشرف توفيق النهارده واداره اكثر من لاعب المباراه. يعني كابتن اشرف الف مبروك، تعبت وتحملت عيب المباراه كلها، يعني كلمني قبل ما نتكلم فنيا، لا احساسك بقى وانت بتدير المباراه واخر دقيقه ونص خاصه. لا صعب جدا، حاجه صعبه جدا، ما اعرفش اوصفها، يعني حاجه صعبه طبعا جدا جدا. جيم الباسكت عامل زي موج البحر، وهي بتبقى يعني توفيقه كده في ان انت تقدر تعمل ستوب او اتنين للاوفنس بتاع الخصم. يعني ربنا وفقنا، يعني في يعني الحمد لله، الحمد لله وفقنا وقدرنا نوقف الولد الاجنبي، كان تعبنا قوي الشوطين الاولانيين، وكان برضو عندنا مشكله في السكرين بول الهاي، برضو ربنا كرمنا ووقفناه في الكريتيكال، عملوا كويس قوي قوي قوي، حتى نتج لنا بحوالي 2 تيرن اوفر هنا على الكي. فالحمد لله، الحمد لله، الولاد رجاله قوي قوي، والظروف بقى الصعبه ربنا كرمنا فيها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كابتن هيثم بيوجه التحيه لحضرتك وبيبارك لك، كابتن سلعاوي وكابتن عماد مراد. وكابتن هيثم بيقول لك انا عارف انك ما بتديش اجازات، التمرين بكره الساعه كام؟ طبعا تحياتي لهيثم، هيثم ده من احسن اللعيبه اللي انا مرنتها في حياتي تقريبا في منتخبات ومنتخب مصر والنادي الاهلي، وكابتن سلعاوي ده كابتننا، وكابتن عماد كابتني، وناس جميله قوي في الاستوديو، يعني ولاد النادي الاهلي بقول لهم مبروك كلهم. وطبعا هيثم عارف يعني هو بكره كفايه اجازه يعني عشان عندنا ماتش يوم 5. كابتن اعتقد المباراه كانت صعبه قوي، مباراه الذهاب كمان يعني برغم كل الظروف اللي انتوا فيها، لكن اعتقد كمان المباراه داخل الملعب اتصعبت، كان في شويه تعنت، مش عايزين نتكلم على التحكيم قوي، ويعني حضرتك كنت بتكلم اللاعب بتاعك بتقول له يعني بتلومه والحكم طردك، يعني اعتقد كل الاعباء دي اتحملت اعباء كتير، لكن بسم الله ما شاء الله كنت قدها، والنهارده حققت المكسب الحمد لله. يعني هو ده جيم الباسكت كده، يعني جيم الباسكت فيه الحكم ممكن يعني هو نفس الحكم بيقول ان الكره هو الحكم الاول، هو الليدر، ده الكلام بتاع اول امبارح، هو شايف ان الكره اصلا الحكم اللي معاه هو اقل كواليفايد يعني او اقل تصنيفا، وحكم كويس بس اقل تصنيفا، فاول مش فاول، وبعدين رخامه لعيبه مع بعض وكره واقفه اتندت فاول على الاحسن لعيب عندي اللي هو الاجنبي، وانا اصلا عندي 5 ناقصين، فلازم انا اتنرفز، فبتنرفز على لعيبي ان هو عمل الفاول، وتنرفز على الحكم برضه، بس مش ما تنرفزش بقى على اللي جه عمل اداني تكنيكال فاول، ولما اداني تكنيكال فاول ما اقدرش ان انا، يعني مش مساله ان انا اكبر منه ب 20 سنه بس، لا ده مساله ان انا ما بعترضش على صفاره واحده، انا بعترض على قنبله صفارتين في صفاره واحده، يعني ماتش خلص، يعني انت ناقص ده كله وتقعد الاجنبي 9 دقايق جنبك، هو الماتش خلص في الحته دي، يعني انا بخبرتي عارف. فيعني تصرف يعني من الحكم اتس اوفر، انما طالما رضيت اقف على الخط خلاص، وات كان اي دو، يعني الحمد لله عدت، يعني عدت الحمد لله، عدت واشكر بشكره، وهو اكيد هو برضو زيي، برضو انا اتنرفزت زياده، واكيد هو كحكم اتنرفز زياده، ما كانش تستدعي ديسكواليفايد خالص. يعني استقبلته تهنئه كابتن الخطيب من دبي بعد المباراه على طول على البطوله، بقول لكم ان دي بدايه وان شاء الله مستني منه كل المزيد. الحقيقه الكابتن شايل عبء كبير ودايما ورايا، وانا حتى السنه اللي فاتت لما انا ما توفقتش في البطوله، بس انا الحقيقه الحمد لله الفرقه اتنقلت السنه اللي فاتت نقله للمنافسه للفاينل جيمز، كنت اكني محرج منه لان هو ليه معزه خاصه جدا عندي اصلا، وانا كنت يعني سايب سموحه، كنت عامل فرقه كويسه وجاي علشان النادي الاهلي وكابتن ومجلس اداره، ده كل المجلس صراحه يعني انا متربي معاهم، فكان لازم يعني انا فرحان ان انا يعني خدت الفيرست ستيب اللي هم عايزينها، ودي فيرست ستيب بس، يعني ان شاء الله الخطوات الجايه كتير ان شاء الله ان شاء الله. ايه اللي جاي بقى كابتن، يعني شايفه ازاي وجمهور النادي الاهلي يعني ما بيشبعش بطولات، اي بطوله النادي الاهلي بياخدها مطالب انه يحقق المركز الاول؟ لا خلاص خلصت البطوله، عندنا بطوله تانية السوبر كمان اسبوع، وعشان كده بقول لك انا بكره اجازه بس وخلاص، يعني ما فيش، احنا عينينا، احنا السنه اللي فاتت بنلعب، يعني هي السنه اللي فاتت دلوقتي احنا توفقنا اخر دقيقه ونص، السنه اللي فاتت ما بنتوفقش اخر 19 ثانيه، اخر 22 ثانيه، ماتش الكاس كان ممكن الاجنبي يخلصه، الماتش الاولاني في السيريس كنا وكسبنا الثاني، الاولاني كان لازم نكسبه برضه لاست تراي معانا، وباد لك جلها لو جابها كنا دخلنا 2-0، يعني الحرص على
فانيله الاهلي واحترامها موجود من اصغر لاعب لاكبر لاعب، والدليل على كده مستوى الاداء اللي عمله اول امبارح من غير اكتر من نص الفرقه، فما عندناش حد مقصر. وفعلا فعلا اصبح عندنا بنش، ده طبعا بفضل اداره النادي، انما كمان كل لعبتنا رجاله، يعني اي حد بيلعب بصراحه انا بحترمه جدا لانه بيقتل نفسه على الاقل دفاعيا. ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك، ان الرساله توجهها لاعبيك خاصه يعني كمبحيري، ابو النصر، مهيب، تحملوا الدور قبل النهائي ومباراه النهائي، يمكن يعني انت مباراه كامله تقريبا خطها بثمان لاعبين بس، يعني حتى مودي الجرحي كان مصاب عنده مز وتحامل على نفسه ونزل وتجددت الاصابه، يعني تقول للعيبه الرجاله دي ايه؟ كمان الجمال بيلعب، اللي ما يعرفوش الناس كلها، الجمال بيلعب رجله بطيخه، سيمي فاينال ماتشين رجله بطيخه، رجله كده للامانه. انا يعني انا الجمال ده اصله ابني وانا مقدر دي وانا ما قلتهاش، فالحقيقه احنا فعلا قابلنا ظروف صعبه جدا، ده بالاضافه ان مونيو بيلعب ممزوق، انما انا سعيد كمان من اول السنه واحنا بندفع بعبد الله، بعلاء زهران، بمحمود وليد، ثلاث لعيبه صغيرين كويسين قوي معاهم مالك، وفي لسه كمان يعني ولاد برضو لعبوا معانا في التمهيد، ابن طارق خيري، يعني عندنا ولاد كويسين ان شاء الله، ان شاء الله هنستثمرهم كويس. يعني لا، الباسكت راح في النادي الاهلي لفوق، مشكله حتى بوزيشن اربعه اللي احنا بنجيب فيه اجنبي هيتحل بعوده السلاوي، يعني السلاوي مبطل هو احسن لعيب في النادي الاهلي، مش مبطل يعني، جات له اصابه سنه كرحه خمسه في خمسه بقاله سنه، يعني داخل في سنه ونص لعب ست دقائق وست دقائق، السلاوي لو معانا انذر ليفل، لعيب بيجري ولعيب بينط ولعيب يعمل الفارق، لعيب يريح الاجنبي 15 دقيقه 20 دقيقه مستريح، لعيب اصلا ممكن لو عندك ما تجيبش اجنبي اصلا في البوزيشن دوت، واخد بالك؟ فلا يعني احنا واجهتنا السيزون اللي فات والسيزون ده ظروف صعبه جدا، ولكن الحمد لله الحمد لله الجهاز بيشتغل، النادي بيشتغل، مطلعين صغيرين بفضل الله، كان يعني توفيق الله سبحانه وتعالى هو باني النهارده، انما والله يعني انا بقول لجمهور النادي الاهلي بنشتغل بكل قوه الحمد لله، يعني الحمد لله. كابتن اشرف، كان دايما شعار حضرتك ان لا اعذار وان هدفك هو الفوز والمركز الاول، واعتقد انك تغلبت على كل الاعذار وحققت البطوله. دايما دي اكتر حاجه، انا من 30 سنه، انا بقالي 32 سنه مره، من 20 سنه ما كنت بساعد في منتخبات مدربين اجانب، كانوا يقول لك نو اكسكيوز، ده انا اتعلمته نو اكسكيوز، المفروض نو اكسكيوز، لا الملعب وحش، لا انا متعور، انا مش متعور، انا عندنا لعيبه ناقصه مش لعيبه ناقصه، ده اللي احنا بنحاول نبسه، وعلى فكره هو ده نجاح فرقه الكوره. فرقه الكوره رائده في الرياضه المصريه كلها، فرقه الكوره بتاعت الاهلي بالذات، فاحنا بنحاول نقلدها يعني. شكرا كابتن، من كلنا ثقه فيكم ومستنيين منكم البطولات وواثقين فيكم ان شاء الله انكم هتبقوا ابطال السله في كل البطولات السنه دي. يا رب يا رب. شكرا شكرا شكرا. كابتن هيثم، يعني الف مبروك لحضرتك، الف مبروك لضيوفك، الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، يا رب كل يوم انتصار ونصر للنادي الاهلي وتاريخ جديد بيتكتب وبطوله جديده تخش دولاب بطولات النادي الاهلي، ويا رب النادي الاهلي دايما عالي في السماء رقم واحد. كلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام.